عليكم. السلام عليك يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا آسف أتكلم حضرتك الآن بخصوص إن أنا شغال في الأسد. أنت عندك محلات وتاجر ولا؟ عندي عندي محلات الحمد لله وبتاجر فيها بفضل الله. وتبيع بالقسط. أنا دايما وشغال يعني أنا بيدخل لي شخص، أنا أقول لحضرتك الصيغة اللي بشتغل بها بالظبط وتنصحني أكمل في الأسد ولا ما أكملش فيه. يعني أنا بيدخل لي شخص فعاوز موبايل، فأقول له حضرتك عايز كاش ولا قسط؟ فبيقول لي مثلا أنا عايز قسط، فبقول له طيب أنا عندي الموبايل ده عامل 5000 كاش، أنت عاوز تدفع كام وأقدم معاك فلوس هدفع كام في الأول؟ باخد منه بياناته فقط في الأول، فيقول لي أنا عاوز أدفع 2000 مثلا، بقول له طيب ال 2000 دول ما بيتغيروش نهائي وأنا هقسط لك الموبايل ككل، أنا ما بقسطش فلوس أنا بقسط موبايل، فبحسب أنا عندي الحسبة داخليا بحسبها جوه. فبقول له مثلا الموبايل ده على 12 شهر هيعمل 7000. بهذه الطريقة الإجمالية لا بأس. وبقسط وباخد منه ال 2000 وبعدين بقى بحسب بعد ال 2000 مثلا 5000 بقسطهم على 12 شهر وبحسبهم له. ما فيش مشكلة بينك وبين نفسك خلاص. ده بيني وبين نفسي فعلا يعني، بس حضرتك تنصحني ان انا بيبقى يعني انا يعني على بدايه الالتزام بفضل الله، فحاسس ان انا ممكن الموضوع ده يكون فيه. لا يا اخي الكريم، انت الان تقول له انت تريد شراء هذه السلعه، تمام، هتدفع لي كيف ستدفع؟ قال لك هدفع جزء وبقي جزء، بقي مده كام كذا. قلت انا ببيع السلعه دي ب10000، انت حر البيعان بالخيار. ايوه مشكلة نهائي. ما بزودش يعني، في ناس بتأخر عليها بالسنة وبالاثنين، ما بزودش جنيه واحد عليه. هو كل اللي بيحصل ان انا بشتكيه طبعا، مثلا اللي بتأخر بشتكيه، فبيجي انا هو قالوا لي 5000 ما باخدش حتى لو بعد ثلاث خلاص. سلام عليكم. جاهز خلاص.